أقام مكتب تنظيمات نينوى للحزب الديمقراطي الكردستاني معرضا فنيا اشتمل على لوحات تحث الناخب وتثقفه وتستعرض أهمية المشاركة الفاعلة في الانتخابات والتعايش وتقبل الآخر. هذا ويعد الأول من نوعه على مستوى البلاد الذي يتناول ملف الانتخابات وتثقيف الناخب. نحب عن طريقكم وعن طريق هذا المعرض كحزب ديمقراطي كردستاني نقدم للناخب نبذة عن الوعي اللي يحتاجه عند الانتخاب. طبعا مثل ما نعرف الظروف اللي مرينا بها كان سبب أحد أسباب اللاوعي بالانتخابات اللي كان يوجه الناخب إلى أشخاص خاطئين وأشخاص كان لهم الأثر بتدمير هذه المنطقة وهذه المحافظة العزيزة على قلوبنا. غايتنا من هذا المعرض كحزب ديمقراطي كردستاني دعمنا هذا المعرض حتى يكون وعي انتخابي لأهلنا أهل نينوى. أول تجربة هي أشوف أنه قسم من الفنانين شاركوا في قضية مصيرية تهم المواطن اللي هي حث المواطن على المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات وإدلاء بصوته واختيار من يمثله لكي يقدم الخدمات لهذه المحافظة العريقة بتاريخ الفني والثقافي محافظة نينوى. أكيد هذه التجربة كانت عن طريق الحزب الديمقراطي الكردستاني، كان بتوجيه من الحزب في إقامة هكذا معرض للفنون التشكيلية. هذا المعرض فيه لوحات تحث المواطن أو تشجع المواطن على المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات. عدم التصويت وعدم اختيار مرشحهم هذه كارثة تعتبر، فجمعت الفنانين لحتى يكونون يمثلون أو يوصلون رسالة وعي ثقافي انتخابي يلم كل الطوائف وتوحد كل المجاميع داخل مدينة الموصل على التشجيع على ثقافة الانتخاب. إذا ما عزفنا نحن عن الانتخابات إذا من سيغير الواقع؟ إذا لم نكن نحن جزءا من هذا التغيير، إذا لم نمتلك الإيمان لهذا التغيير، من سيأتي ليتبنى عنا عملية البناء؟ من المهم جدا أن أذكر هذا الشيء، إن عملية البناء عملية تكاملية، يعني إنه يكتمل عن طريق يجب على السلطات أن تدعم الشعب وكذلك يجب على الشعب أن تدعم السلطات. المواطن إذا عزف عن الانتخابات ورفض المشاركة فيه هنا تعدى، أصبح أنا أعتذر عن هذا الكلام لكنه أصبح تعدى على السلطات الحكومية لأنه لم يساندهم في تيسير شؤون الدولة وفي تيسير مؤسسات الدولة.